اليوم كيف ما كتشوفوا كيف ما تبعنا الجميع انه كان البارحه انتخاب الاخ الامين العام وبالاجماع، وكانت مسؤوليه كبيره عليه هي تقديم بناء على المقتضى النظام الاساسي الجديد للحزب المصادق عليه مؤخرا بانه الامين العام يقدم لائحة أعضاء أو مرشحي اللجنة التنفيذية قصد التصويت. وقع نقاش هناك من يطالب بأنه تقديم لائحة المترشحين تكون بشكل مباشر وفي نفس الجلسة، وهناك من يعتبر بأن الأمر لا يتطلب بعض السرعة ولا التسرع وإنما يقتضي التريث لأن كاين 107 مرشح، مما يستدعي تحديد معايير دقيقة وموضوعية والبحث عن بروفايلات لتلائم طبيعة ورهانة المرحلة. وجهة نظر شخصية بعيدا عن القراءات القانونية، النص يقول أن الأمين العام يقدم، حينما أقول يقدم بناء على أي معايير؟ هل هو يقترح؟ هل هو يحدد؟ هو فقط يقدم. إذن اللائحة التي ستقدم ستكون، ينبغي أن تكون لائحة لكل الاستقلاليين والاستقلاليات، وبالتالي شخصيا أعتبر أنه لابد من التريث، لابد من دراسة الملفات، لابد من الحوار، لابد من التفاوض، لابد من النقاش والإنصات لكل المرشحين ولكل من له قد يفيد في اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية التي نراهن جميعا كلجنة لمرحلة جديدة لعهد جديد من أجل بناء فعل سياسي قادر على تقديم إجابات ويكون في مستوى التحديات. إذن إجمالا أقول أنه شخصيا أنا مع التريث حتى لا نقع، لأنه مش المهم هو أننا نتسرع وننتج في هذه. إذن الفعل السياسي ليس وجبة سريعة، ماشي أكلة سريعة، بالعكس احنا محتاجين أننا نأخذ وقتنا من أجل اختيار لجنة تكون في مستوى وطبيعة والرهانات القديمة. أعتقد من يعرف الأخ الأمين العام يعرف أنه رجل حوار ورجل يفكر بمنطقة 360 درجة، أنه ينصت للجميع، وبالتالي أنه أعتقد أنه الرهان اللي عند الأخ الأمين العام هو رهان حارق، لأنه عندنا 107 مرشح ومرشحة، بناء على أي معايير غادي يختار 30 وسيغضب 77 مرشح؟ الأخ الأمين العام يريد أن يحافظ أن يكون حتى الغاضبين خصهم يقوموا مقتنعين، إذن يريد أن يفتح نقاشا موسعا حتى مع هؤلاء من أجل اتخاذ قرار يرضي الجميع، وحتى لو كان شي اختيار فهو هو تكليف أولا وأخيرا من أجل مصلحة الحزب ومن أجل مصلحة الوطن. شوف أنا كنقول الأخ الأمين العام هو مؤتمن على ماضي الحزب وإرث الحزب ومستقبل الحزب، وبالتالي اللحظة اللي عليه اليوم هو أنه ماشي اختيار، ما خصوش يتقلق أي استقلالي اللحظة اليوم، لأنه الآن كرة تعطات الأمين العام. وأنا شخصيا حينما وقع التصويت على هذا المقتضى القانوني قلت إنها قطعة جمر في يد الأخ الأمين العام، لأنه اختار يدير أي لائحة كيف ما بغت تكون حتى ولو كانت من الملائكة ستغضب البعض. إذن فبالتالي الرهان اليوم ليس اختيار لائحة، وإنما كيف لا ينزعج البعض الذين لم يختاروا ونحافظوا على وحدة البيت الداخلي. شوف الفعل السياسي في طموحات وفي تباين طموحات، وهذا شيء طبيعي وعادي، هذا حزب وطني، هذا المؤتمر 18 وكنفكروا المؤتمر 19، عادي جدا يكون تعدد ديال الطموحات واختلاف الطموحات، وهذا شيء عادي، وهذا التدافع شيء إيجابي، هو تدافع منتج، ما عندناش مشكل، ولكن خلينا نبحثوا عن الأفضل. هذا هو الرهان عند الأخ الأمين العام. تشاور معنا حنا غنمشيو مع ابو عزه. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.